مواليد برج الحمل هم المولودين ما بين يوم 21 مارس لغاية يوم 20 ابريل، وسنة 2023 هي سنة التركيز بالنسبة لمواليد برج الحمل. هي كمان سنة حظ إلى حد كبير. سنة 2023 بتبدأ وكوكب المشتري اللي هو كوكب الحظ موجود في برج الحمل وقاعد في الحمل لغاية يوم 16 مايو، وفي الفترة دي الأولانية من السنة بيدي كل سبل التوسع والنجاح لمواليد الحمل. لو بصينا على الصعيد العاطفي أو في الحياة العاطفية هنلاقي ان المتجوزين معظم الوقت عندهم قدرة ان هم يحققوا قرب وتواصل حلو مع شركاء الحياة، وهيكون في عندهم سعادة اكتر في الصيف لما فينوس يبقى في منزل الحب بالنسبة لهم من اول يوم 5/6 من 5/6 لغاية 23 يوليو، فترة هايلة عاطفيا، فممكن يقضوا صيف جميل مع شركاء الحياة. كمان من أول 4 سبتمبر لغاية 8 أكتوبر برضو فترة عاطفيا حلوة مع شركاء الحياة. في الفترة دي قدروا يحسنوا التصرف وعندهم طاقة عاطفية حلوة تقربهم من شريك حياته. لو مش مرتبطين اشوف انه مواليد الحمل من اول السنة عندهم سحر وجاذبية جدا. من اول السنة من اول 3 يناير فينوس في وضع داعم بالنسبة لهم، وممكن تتحول عندهم علاقة صداقة لعلاقة حب. وممكن كمان في شهر مارس يكون عندهم التقاء بشخص يلاقوا فيه فتى أحلامهم أو فتاة أحلامهم. كمان وقت الصيف لما فينوس تبقى في منزل الحب عندهم طاقة عاطفية هايلة، فعندهم كذا فرصة للوقوع في الحب الحقيقة خلال السنة دي. بس نصيحتي ليهم بس انهم يتأنوا في قرار الارتباط في الفترة من اول 23 يوليو لغاية 4 سبتمبر. في الوقت ده فينوس بتتراجع، وبالتالي بس في الوقت ده لازم يتأنوا ويدرسوا كويس في قرار الارتباط. ولو كانوا مرتبطين ففي الوقت ده مهم ان هم ما يتسرعوش في اي قرارات او اي يعني خلافات مع الطرف الاخر. اما في الشغل فبشوف انه مواليد الحمل بقى في الشغل وفي الفلوس عندهم لغاية 16 مايو فرص هايلة المشتري اللي هو كوكب الحظ في برجكم، وبالتالي عندكم فرص حلوة جدا أول 4 شهور ونص من السنة، فرص للتوسع ولتحقيق النجاح. يعني نصيحتي اعملوا كل اللي في وسعكم علشان تستفيدوا في بالوقت ده، هتقدروا انكم تحققوا ان شاء الله مكاسب هايله كمان في الفلوس. واشوف انه في النص الاولاني ده هيديكوا دفعه انكم في النص الثاني كمان تكملوا. بس تاخدوا بالكم بقى التركيز في النص الثاني من اول 16 مايو انكم تحاولوا تركزوا في مصاريفكم، انكم بتميلوا للتبذير ابتداء من 17 مايو لما المشتري يدخل في منزل المال السلبي، فده بيخليكم تميلوا للتبذير في الوقت ده. في نصيحة بقى مهمة جدا، طول السنة لازم تشتغلوا في سرية وكتمان لانكم معرضين للحسد الحقيقة طول الوقت. فمهم جدا ما تعلنوش خططكم وما تعلنوش اخباركم، وتبعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم. كمان يعني من اول 17 مايو مهم قوي انكم ما تغامروش في النواحي المالية، يعني تدرسوا كويس كل قرار انتم مقدمين عليه، وزي ما قلت تجنبوا التبذير، يعني خليكم مركزين في الفلوس وتحاولوا تقاوموا التشتت حتى في الخطوات المهنية. راجعوا كويس عشان تعرفوا تركزوا وتتغلبوا على حالة التشتت أو التشوش اللي ممكن تكون عندكم
موجودة أكتر من بعد 17 أو من أول 17 مايو. عموما إن شاء الله السنة كلها تكون حلوة، وكل سنة وانتوا طيبين.